لا هي ما تكونش على السيريال نازل بي تي اف على السيريال نمبر اذا مش لا نبلش كبر شوي ولا مريح هيك طيب تحب تجربه ولا not interested للباك بدنا نشتغل تايم سيريز شو راح نشتغل راح نشتغل ني موفينج افريج ويتد موفينج افريج اكسبونشال سموثينج وريجريشن كم نقطة؟ خمس طرق ماشي بدنا داتا في حد عنده داتا دكتور مش سلايد للمشروع طيب احنا الداتا هذه الميثود لما نستعملها شو لازم تكون الداتا حتى تكون شغاله صح شو الترند الباترن تبع الداتا شو لازم يكون دارسين كويس صح شو لازم يكون لازم يكون هوريزونتال صح كيف بدنا نعمل هوريزونتال داتا على الاكسل كيف بدنا نعملها نعمل راندوم نمبر تمام راندوم نمبر عادة بدي اعمل راندوم نمبرز بين رقمين معينين تقريبا الديمان راح يكون زايد ناقص زايد ناقص تقريبا راح يكون هوريزونتال المثال تبعنا بدي اعمل بدي افترض انه عندي ثلاث اسابيع على سبيل المثال واحد اثنين ل 20 نقطة لا خلينا نزيد كمان واحدة ماشي نزيد كمان واحدة طيب تعتبر هاي عبارة عن أسبوع تمام وعندي كمان سبع نقاط هون بالأخير هاي كمان أسبوع ثاني وهي عبارة عن كمان أسبوع بس تنويل يعني بس مش شرط ألون بس عادي يعني كويس إذا عندي أسبوع أسبوعين ثلاث وربع دعم الديماند تحطي الكوماند اسمه راند بتوين دعم الرقم راندوم بتوين رقمين شو أعلى رقم شو أقل رقم واحد إيش هي أي رقم أنا بشوف أنا عندي لا ديماند هذا مش رقم يعني مثلا نحط حوالين المية زيد شوي عن المية ونقص شوي عن المية بدنا ننقص خمسة مثلا ونزيد خمسة كم بيكون بين 95 ومية خمسة نعمل نفس الحركة الأرقام اللي بعد بنعمل كوبي للداتا بنعملها بيست فاليوز ليه ليش عملت هيك؟ ها؟ تعال باك مرة ثانية. كم الرقم أول واحد؟ كانت 100 وشوية. بدي أحط أي رقم هون، شو صار بالداتا؟ تغيرت، هذا الرقم بضل يتغير دائما، ما بدي إياه يضل يتغير دائما، بدي إياه أغيره مرة واحدة. فبعمل له كوبي. خلاص بيس عشان كل مره يقعد يتغير الفاليوز لا خلاص انا عملت جنريت للداتا وبدي اثبتها خلاص تمام يعني عملنا ديماند حطينا ديماند لثلاث اسابيع سو فار كويس كوبي بس لما اعمل بيست فاليوز مش ايكويجن ماشي هي لما بيس هون شايفه هي. في بيس العادي في الفاليوز بس يعطيني الارقام بدون معادله فاليوز انا هسه اعمل جنريشن للداتا انت بالمشروع المفروض يكون الداتا تبعتك جاهزه خلاص ما بتحتار في هاي الشغله تمام طيب شو مطلوب منا الان نعمل فوركاست
أول طريقة خلينا نشتغل نيف. ماشي نيف هون بدي أحط فوركاست بدي أحط نيف هيك نيف الـ A أول ولا الـ A ولا الـ A أول طيب أول قيمة عارف الديماند اللي قبل؟ لا لا صح؟ فأول قيمة ما بقدر أعملها فوركاست وين بدي أول قيمة بقدر أعملها فوركاست؟ ثاني واحدة ثاني واحدة شو تساوي؟ القيمة اللي قبلها فوركاست عند تي زائد واحد تساوي الديماند عند تي صح؟ فأخذنا التي سحبنا المعادلة تمام؟ هيك طلعنا الفوركاست بلزمني احسب الايرور تحط ايرور اوف اي شو الايرور ديماند ناقص الفوركاست ديماند ناقص الفوركاست تمام تساوي ديماند ناقص فوركاست تمام دي ايه دي ناقص اف لا تختار السل بالماوس او تكتب انت تكتب مثلا هاي وين موجوده بي 3 ناقص سي 3 تعملها بس لمعادله واحده والباقي في يعني مربع صغير تكبس عليه راح له راح يعدل هو لحاله بيقل السالب 6 بتتكرر لكل الكولوم يعني ما بتعطيك مثلا سالب 6 سالب 6 يعني حط معادله لو حاطط انا سالب 6 رقم من هون بدون معادله وكبست بيعبي لك اياها نقصت ماشي بس انا لا انا حاطط معادله فراح ياخذ يعمل كوبي للمعادله شوف شو جنبها ماشي ايش هو فوق حط اللي بدك اياه حر انت بس تكون عارف انه هذا الرمز للايرور من حطيت معادلة أنا هون حطيت معادلة هي معادلة فهو فعليا شو راح يعمل راح يصير يأخذ التنتين جنب بعض ويطرحهم عملت كوبي أو دراج للمعادلة تحت فخلص راح يأخذ كل سل راح يأخذ اللي جنبها واضح طيب بدنا نحسب إيش البايس البايس عبارة عن شو بايس هيك شو البايس؟ تعريف البايس؟ كومبيتيف فوركاست ايرور كومبيتيف فوركاست ايرور نفسه صح؟ كومبيتيف فوركاست ايرور جمع ايرور صح؟ يساوي سم هاي القيمة summation cumulative forecast error ماشي بدي احسب متوسط الايرور الافريج عباره عن شو اي بار لا بقدرش احط اي بار هون بكتب اي بار شو تساوي هاي على عددهم كم عددهم لا اول واحده ما حسبتها ماشي او مباشره بتحط افريج لهي الداتا هو لحاله راح ياخذ العدد تمام طيب بديش احطها هون بدي احطها هون تمام حسبنا كوميونيتي فوركاست ايرور حسبنا مين الايرور نحسب سيجما ايرور يصير std لا e يساوي std standard deviation في عندي population في عندي sample هاي sample ماشي بختار هاي القيم تمام هذا مجرد رقم 3 مجرد رقم 4 ايش هو نحسب المين ابسوليت ديفيشن صح هذا الايرور ناقص ما بنفع يكون مره ناقص مره زائد شو راح يصير راح يلغي بعضه
فعندي الاسلوب الاول يا باخذ الايرور ابسولوت فاليو او اربع. هون بدي احط وين ال حط اي اي اول شيء تمام. شو تساوي؟ تحط اي اب اي بي اس ابسولوت فاليو لا لقيمه الايرور اسحب معادله. بنحط هون المين ابسولوت ديفيشن. شو المين ابسولوت ديفيشن؟ مجموعهم على عددهم. فيا بجمعهم بحط سم او بستعمل معادله مباشره افريج افريج لهي القيم. هاي المين ابسولوت ديفيشن ماشي. الاسلوب الثاني اي اي سكوير تربيع. كيف نحسبه؟ لو اخذت الابسوليت لو اخذت العاديه مهرة راح يتربع نفس الشيء صح؟ انا بتاخذ الابسوليت اس 2 يساوي هاي السل او هاي نفس الشيء مش راح ياثر اس 2 سحبنا هذا الكل. هون عندي مين سكوير ايرور. مين يعني افريج صح؟ افريج لهي القيم طلع مين سكوير ايرور. ظل عندي اخر واحده. ايش هي اخر واحده؟ شوف مركزين ولا لا. برسنتج بنسميها مين ابسوليت بيرسنت ايرور ام اي بي اي تمام. بدي احط هون ام اي بي اي لاي البيريد اي. هون شو تساوي؟ ابسوليت فاليو لا مش ناقص ابسوليت فاليو للايرور مقسوم على الديماند الحقيقي. انا بدي الايرور بالنسبه للديماند الحقيقي. هاي الابسوليت فاليو بدي اقسمها على الديماند الحقيقي وحكينا بدنا نحولها لبرسنتج. شو بنعمل؟ نضرب في 100. فبدي احكي 100 حطيت ال 100 في البدايه يعني بس عشان ما تتخربط. اذا هاي 6% من الديماند الحقيقي نسبه الايرور لاول وحده. البقيه هي هون. تساوي ابسوليت فاليو للايرور تقسمها على عند الديماند الحقيقي واضرب في 100 تمام. هاي مين ابسوليت فاليو لكل قراءه لحال. بدي افريج شو بعمل؟ باخذ الافريج. هون بدي احط مين ابسوليت بيرسنت ايرور تساوي افريج لهي القيم. تمام. صار في عندي كوميونيتي فوركاست ايرور اي بار ستاندرد ايرور مين ابسوليت ديفيشن مين سكوير ايرور مين ابسوليت بيرسنت ايرور. شو معناها 3.9 4 تقريبا. هذه الميثود النايف تعطيني ايرور مقداره 4% من قيمه الديماند الحقيقي ماشي. كمتوسط حسابي ممكن يكون اكثر ممكن يكون اقل لكن كمتوسط حسابي بتعطيني خطا نسبته 4%. خلصنا من النايف تمام. في اسئله؟ راند راند بتوين تساوي راند بتوين تمام. تحط له الاول رقم الاول والثاني. طيب هاي بدي اعمل رينام هون بدي اسميها نيف تمام. سيلكت اول كوبي بدي افتح صفحه جديده شيت جديد اعمل بيست هون تمام. شو راح يختلف عندي الان؟ تمسح هذول خلاص امسحهم بنعيد من جديد مش مشكله. وبدي اشيل هاي بدل نايف بدي احط اف موفينج افريج. راح اعمل موفينج افريج ان ايكوال كم؟ 2 او 3. بدي اجرب انا حكينا بالبروجكت بدي اجرب اتليست 2 سيناريوز. نحكي ان ايكوال 2 تمام.
moving average and equal to. طيب هون في عندي قراءتين قبل، هون عندي قراءتين قبل، هون اذا بقدر ابلش الفوركاست من هون، عباره عن هاي زائد هاي على 2 صح؟ يا باخذهم عادي وهاي زائد هاي على 2 او خذ افريج لهذول الرقمين. تمام؟ عادي؟ شو بسوي في هاي المعادلة؟ اسحبها. هلا اعطاني هون شو ايرور لانه في اشي مش معبى هون فوق، بس عادي اجنور، عادي اجنور ايرور. طيب الايرور عبارة عن demand ناقص forecast سحبته، هاي تساوي absolute value لهاي، هاي تساوي هاي تربيع صح؟ تمام؟ هاي شو تساوي؟ هاي على الديماند ضرب 100. تمام؟ عندي ثلاث معادلات راح يسحبهم نفس الشيء، نفس الاسلوب، بدل ما اسحب كل كولوم لحال بصير. واضح سو فار؟ هون بدي احط صم حتى اريح حالي، بدي اعمل سلك للكولوم كله. ليش عملت هيك؟ حتى اريحني وين؟ اذا بدي اعمل كوبي لشيء جديد. هاي كومبيتيتيف عباره عن صم اي بار تساوي افريج لهاي. تمام؟ ساند ديفيشن للايرور تساوي اس تي دي سامبل للايرور. مين ابسل الديفيشن؟ افريج لايه؟ للابسل فاليو صح؟ مين سكوير ايرور؟ افريج ل للقيم المربعة. مين ابسلت بيرسنت ايرور؟ افريج لاخر كولوم صح؟ واضح؟ هاي عبارة عن موفينج افريج ان ايكوال 2. تفرج على النايف كتيش بدنا نحدد واحدة من الميثودز تبعت الايرور نشتغل عليها. بدي افترض جدلا انه راح نشتغل على مين ابسولوت بيسنت ايرور عشان نقارن بين الميثودز. النايف كم كانت؟ 3.94. الموفينج افريج انو احسن؟ موفينج افريج. بدي اعمل فوركاست بالفيوتشر على الموفينج افريج. كيف بعمل فوركاست 1 مور بوينت على سبيل المثال؟ انا هون موجود بدي اجي عند 22 شو بعمل؟ بسحب المعادله تحت. شو اعطاني هون؟ الافرج لاخر رقمين. واضحه؟ اكتب هذا الفوركاست لا ل 22 23 هذا انا هون اتركك من الرقم اللي على جنب، انا بحكي عن هذا الرقم لانه يعني في عندي اول كولوم في الليبلز. ماشي؟ اذا 97 هاي الفوركاست لكم؟ طيب بدي اعمل كمان فوركاست، بسحب المعادلة مرة ثانية صح؟ طيب في عندي اشي هون؟ ما عندي اشي موجود صح؟ حط اخر قيمة. شو بحط؟ بحط اخر قيمة عملت لها فوركاست اللي هي عبارة عن هسه غيرت القيمة صح؟ لانه اول كنت محتمل قيمة واحدة والثانية ما هي صفر. ما بنفع. شو اذا شو نعمل؟ باخذ الفوركاست على انه ديماند. الفوركاست على انه ديماند. هيك كم عملت نقطة؟ نقطتين. بدي اعمل كمان نقطة، شو اعمل؟ احط 96 على الديماند. بسحب هاي تساوي 96. هيك انا عملت فوركاست لكم قيمة؟ اذا ظليت اعمل هيك شو راح يصير بالفوركاست؟ بالمنطق شو بنحكي؟ راح يثبت على قيمة معينة. راح يثبت على قيمة معينة، راح يصير ثابت. ليش؟ لأنه بضل اخذ افرج 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 بعدين خلص بصير الافرج قيمة ثابتة. واضح؟ واضح شو عملنا؟ لا شكله أو لا شو؟
إذا بنعمل فوركاست هون، كيف بنعمل فوركاست هون؟ هاي زائد هاي اثنين صح؟ بنعمل نقطة إضافية. ما عندي ديماند طيب هون، شو ما عندي، شو أحسن قس عرفته؟ فوركاست اللي طلبته. أبني على شغل القديم، واضح؟ لا؟ أنت يعني مش معنى صح؟ بس سهل، مش سهل. طيب إذن أنا بالنسبة لي هيك عملت فوركاست لنقطتين أو ثلاثة أو أربعة قد ما أقدر. في أسئلة؟ طيب نيجي على weighted moving average n equal 2. حتى أسهل على حالي بنعمل select all copy وعبي هون. مش راح أغير إشي إلا ايه الفوركاست. الباقي شو راح يسوى؟ راح يتعبت تلقائي المعادلات اللي موجوده اوريدي. فهون بدي احط weighted moving average، ما احط n equal to لانها موجوده تحت مسمى. تمام، هلا هاي صارت غلط، بتعتمد على شو؟ السلام عليكم. السلام. لمين؟ بس أول ما تخلص بالكرة إن شاء الله يعطيك معك. الويتز موفينج أفرج بيعتمد على ويتز صح؟ شو قيمة الويت؟ بدي أحط W1 هون، مش راح أحط بدي أحط W2 مش مشكلة. نفترض قيمة W عشوائية من عندنا، بدي أركز على الديماند الريسن، شو بعمل؟ أكبر من نص كم مثلا؟ اي رقم؟ ايه؟ عادي رقم عشوائي عادي. ليتس سي 0.7. هاي شو راح تكون؟ دبليو 2 ما احطها عادي، بدي احطها واحد ناقص بالنسبة لهاي. ليه؟ لأن تغيرت واحدة بتتغير الثانية. ماشي؟ في سؤال؟ في أسئلة؟ في شيء مش واضح؟ بالدبليو؟ طيب الآن هذول بدي اشطبهم. صحيح اعطاني ارقام لانه اعتبرها ايش؟ اعتبر الفوركاست كم؟ اعتبره مصفار. ماشي؟ طيب بدي اعبي هاي، هاي شو تساوي؟ W1 في الديماند اللي قبله، هاي W1 مضروب في الديماند اللي قبله زائد W2 في الديماند اللي قبله. كويس هيك؟ هاي عملتها الأول قيمة، لسه عملت المعادلة، شو راح يصير؟ لا عندي غلط الآن. راح يصير في غلط. ليش طيب هيك صار؟ الويت أول مرة أخذ W1 اللي هي 0.7.3، اللي بعديها راح يأخذ الويت من هون، في عندي إشي؟ شو بعمل طيب بالإكسل؟ حدا بعرف؟ لا بدي اثبت قيمه دبليو 1 و2 على هذا اللوكيشن. فبالمعادله شفتوا وين مخزن الويت عند جي صح؟ بحط دولار ساين هون وبحط دولار ساين هون، يعني بثبت الكولوم وبثبت الرو، بدي اللوكيشن هذا بالضبط دائما على دبليو 1. ماشي؟ ونفس الشيء بعمل على كي، دولار ساين دولار ساين. تمام؟ هلا بسحب المعادله شو صار؟ طلع القيم صح. ايه بثبت السل كولوم اند رو، حتى اثبت الكولوم بثبت الحرف، حتى اثبت الرو بثبت الرقم. كيف بثبته بالاكسل؟ حط دولار ساين، حط كمبيوتر دولار ساين. تمام كويس سو فار لحد الان. طيب الباقي تعبى لحاله، باقي تعبر حاله زي اول، ما اختلف ولا شيء. تمام كم طلع الايرور من ابسولوت بيسنت ايرور هون؟ 3.12 هون 3.3. مين احسن؟ طب الموفينج افريج اصلا سبيشال كيس من الويت موفينج افريج، الاصل يطلعوا زي بعض او يعني على الوست سيناريو الاصل يكونوا زي بعض او الويت موفينج يكون احسن صح؟ امتى بيكونوا زي بعض؟
اذا الويت W1 كم كان؟ نص. نص. اذا كان نص المفروض شو يطلعوا؟ يطلعوا نفس الشيء. طيب انا زي ما حكينا الان عندي قيمة W، هاي W على اي اساس اخترتها انا؟ على الريس الديمان. بس على ارض الواقع احنا ما بدي اركز على الريس الديمان، الداتا تبعتي جاية هوريزنتال، فبدي اختار قيمة W مناسبة. شو بعمل؟ ترايل اند ايرور. كيف ترايل اند ايرور؟ بجرب اكثر من مره. بجرب ايوه بجرب. شو كيف بجرب؟ ما زالت المعادله صارت جاهزه، بتفرج عندي هون كم كانت قيمه احسن ايرور؟ 3.12 صح؟ عمي ابسر بريزنت ايرور. ليش ما اجرب بوينت 1؟ شو صار؟ بوينت 2 عادي ما بياثر. شو صار بالبوينت 2؟ بوينت 3 هون ممكن مجموع الويت يكون على الواحد هذه. اذا تمام عند بوينت 2 شو صار؟ قل صح؟ عند بوينت 3 نزل ولا لا؟ صار يزيد، رجع يزيد. اسف عملت كوبي بيست انا يبدو. يعني عند بوينت 2 كم كان؟ نزل. عند بوينت 3 3.06. عند بوينت 4 رد زاد مره ثانيه صح؟ شو معناته؟ يعني عند بوينت 3 مناسب. ممكن اذا وصلت عند بوينت 3 ارد ازيد كمان شوي، ازيد 3.1 مثلا 3.2. طب هذا منطق؟ اظل اجرب زي هيك؟ في اسلوب احسن؟ بعين الايرور من كذا لكذا هو يعطيني النسبه من كيف؟ اخذته ار ولا لسه؟ شو بنعمل بي او ار؟ المعادلات أيوة. ما بين كذا وكذا ماكسمايز مين ابسولوت بيرسنت بيرسنت ايرور جيفن ذات دبليو 1 تشينج. شو المتغير تبعي صار دبليو 1 والاوت فانكشن تبعي عباره عن شو؟ عن الايرور. مين ابسولوت بيرسنت ايرور؟ كيف نعمل بالاكسل بدون شغله الخرابيط تبعت الاو ار؟ اشتغلتوا باكسل او ار؟ بدي اروح على داتا تمام. في اسم اسمه سولفر، عمركم شايفينه؟ اه طيب بدي اعمل ست اوبجكتيفز. شو الاوبجكتيفز تبعي؟ ماكسمايز ولا مينيمايز؟ ماكسمايز. بدي اعمل ماكسمايز للمين بيرسنت ايرور، مين ابسولوت بيرسنت ايرور، بدي اعمل مينيمايز. وين مين ابسولوت ايرور؟ وين مخزن؟ هون صح. طيب بدي اغيره، بدي اعمله ماكسمايز باي تشينجينج ون اوف ذا فاريبلز اللي هو ايه؟ W1. مش راح اتغير W2 ليه؟ لانه اوريدي مربوط فيه، هو واحد ناقص صح؟ سبجكت تو شو الكونسترينت تبعتي؟ لو ما حطيت كونسترينت وطلع جواب منطقي بكمل. هلا بقدر احط واحد من كونسترين اذا بدي احط دبليو 1 دبليو. اذا حطيت دبليو 1 و2 يكون الكونسترين دبليو 1 زائد دبليو 2 شو يساوي؟ واحد. يساوي 1. بس مو شرط يكون يساوي 1. هلا في عندي هون تحت اكثر من اسلوب، في السمبلكس، في هذا اللينير السمبلكس هذا اللينير، في لينير، وفي عندي شيء اسمه ايفولوشنري. بتعرف شو الايفولوشنري؟ سامعين فيه؟ راندوم. حل راندوم بس مش توتال راندوم، حل راندوم لكن في نوع من التحسينات الداخلية انه مقيد. فهذا الراندوم اللي استبعته في عليها شوية ريستريكشن، هاي الريستريكشن بتخليه ايش؟ يعطيني حل مناسب. شو امثلة على الراندوم سوليوشن؟
على الايفوليوشنري. شو يعني ايفوليوشنري باي ذا واي؟ زي ثوره عشان يحس ثوره. اه طيب، واحده من الايفوليوشنري الجوريثم اسمها جينيتيك الجوريثم. سامعين فيها؟ جينيتيك الجوريثم. جينيتيك اه جينيتيك سامعين فيه؟ داروين. تعرفوا الزرافه بتصير بتصير رقبتها طويله؟ اه نفس الشيء بالضبط. بيقول لك في عندي حل عشوائي اول وفي عندي حل عشوائي ثاني. اعتبر واحد ذكر واحد انثى، بدي احاول ادمجهم مع بعض مرج تزاوج. اذا جيناتهم مليحه، اذا زوجت تو جينز او تو ممبرز ملاح، شو راح يعطوني؟ على اللونج ران راح يعطوني شيء احسن بالاغلب. فهذا مبدا الجينيتيك الجوريثم. ببلش براندوم سوليوشن، هاي الراندوم سوليوشن بدمجها باسلوب معين فو اوفر اتريشن، عدد معين من اتريشن اكثر من مره، شو بتعطيني لقدام؟ حل كويس، ايش احسن؟ ماشي. طيب يا بستعمل، اذا استعملت الايفوليوشنري ما هيعطيك جلوبال، جلوبال اوبتيمال. شو يعني جلوبال مينيمم؟ جلوبال اوبتيمال ولوكال مينيمم، شو الفرق بينهم؟ لوكال محلي والجلوبال عارف. شو يعني معنى؟ إيه؟ عندي مثلا على سبيل المثال هضرب زي على في القصوى المحلية وقصوى. أنا وين بدور على مين أبسلت إيرور؟ وين بدور على أي وحدة؟ بدور على أقل وحدة. ممكن أكون ستاك هون. إذا أعطاني هذا الحل شو معناته؟ معنى ممكن يكون في احسن منه، هذا جاي بهي المنطقه اقل واحد، لكن ممكن في منطقه ثانيه شو يكون؟ في غيره اقل. فاذا اعطاني الحل بالايفوليوشنري ما بقدر اتاكد انه اقل حل. بيكون واحد من هاي ممكن. باللينير بروجرامي وباللينير هون اثنين ممكن يعطيك ايه؟ الاوبتيوم، يعني احسن حل. مش راح تلاقي احسن منه. تمام؟ هذا الفرق بينه. خلينا نجرب، نجرب اللينير اول لان يعني مرات ما بشتغل، مرات حسب الكونسترين تعمل سولف. بحكي لي اسمه اللينيرتي كونديشن ار نوت ساتيسفايد، ننقل على نون لينير. نون لينير ليش؟ انا بحكي ليش 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 عمل هيك. اللينير بروجرام بيعتمد على لينير ايكويشن. طب احنا لما اشتغلنا باللينير ابسيلت بيسنت ايرور هل كان لينير المعادله؟ مش لينير. هذا السبب. ماشي. فبدي احول ايه للنير، بدي اعمل سولف. سولفر هاز كونفيرج تو ذا كرنت سوليوشن، اول كونسترين ار ساتيسفايد. اوكي بتعمل اوكي. شو اعطاني؟ هاي احسن شيء 0.25. قديش كان معنا قبل شوي؟ 3.06 يعني. هاي صار 3.05 هاي احسن حد. تمام؟ بحر ايش هو؟ كثير كبيرة. طلع كويس. سو فار جود؟ طيب ليش ما حطيت كونسترين؟ ما بدي احط كونسترين، ليش احط كونسترين على ال W؟ بقدر احط كونسترين على ال W انه W واحد بين 0 و 1. ماشي؟ بصير عادي. حطها؟ اه؟ راح تفرق؟ اوريدي هي كونسترينت بين 0 و 1. طلعت بين 0 و 1، ماشي؟ هلا امتى بتكون دبليو 1 ممكن تكون اكبر من 1 حكينا؟ اذا كان في ترند اب ممكن مجموع الويت ما يكون 1، ممكن 1 من الويت يكون اعلى من 1 عادي. ماشي؟ بس احنا الداتا تبعتنا اوريدي هورزنتال. نعم. طب لو طلع فيها اكبر من واحد شو راح يصير هون؟ بتصير معي. شو في انا كمان ممكن احط اضافي، شيء اضافي انه مجموع الكونسترين شو يساوي؟ واحد. كم صار في الساعه؟ 26. بدنا محاضره ثانيه. انا احسن سو فار.